هذه الحقيقة يعني كله صحيح وقوله أن العنف ظاهرة عالمية هذا صحيح يعني ادعاء أن المسلمين وحدهم هم الذين يقومون بالعنف وأن الإسلام وسبب. هذا هذه دعوة باطلة من غير شك العنف موجود في كل مكان والإرهاب موجود في كل مكان حتى في داخل أمريكا مهو. نفسها ولعل أمريكا هي من اسباب انتشار فكر العنف في العالم بيعني في ثقافتها التي تنشرها الافلام العنف المسلسلات العنف الشهيره يعني الكاوبوي دي والاشياء يعني هذه امريكا والاطفال حتى يعني راينا اطفالا يضربون يعني زملائهم بالرصاص في الفصول يعني العنف رايناه في امريكا ورايناه في اوروبا ورايناه في اليابان ورايناه في الهند ورايناه في اسرائيل ورايناه في بريطانيا ورايناه في ايطاليا ورايناه في بلاد شتى يعني لماذا التركيز على المسلمين وبعدين الاخ قال انه الحكام احيانا هم يتبنون جماعات العنف وهذا صحيح انا اضرب مثلا مصر في وقت من الاوقات هي تبنت جماعه التفك... التكفير والهجره كانوا عارفينهم وينشاون امامهم وينمون وهم يعني تركين لهم العنان يعني لماذا يريدونهم ان يقووا ليضربوا بهم التيار الاسلامي المعتدل م. وما قاله الاخ ان غياب التيار الاسلامي المعتدل هو من اسباب هذا م. وللاسف ان كثير من دولنا لا تسمح لهذا التيار المعتدل ان يقوم تترك كل التيارات يعني سواء كانت علمانيه او قوميه او كذا ان يكون لها وجود الا التيار الاسلامي وهذا ايضا من انعكاس لما يعني اصبح عند الغرب الان الغرب كان يقول من قبل احذروا التيار المتطرف التيار المتشدد اصبح هناك نغمه من عده سنين تقول احذروا الاسلام المعتدل احذروا الاسلام المعتدل لانه اشد خطوره لانه اطول عمرا وابعد اثرا واعرض جمهورا التيار المتطرف لا يطول عمره وانا بتجربتي وجدت المتطرفين لا يثبتون على التطرف طوال الحياه بعد مده يتغيرون اما على النقيض او يفطرون وينتهي هذا انما التيار الذي يستمر هو تيار الوسطيه والاعتدال فكثير من الحكومات لا تسمع لتيار الوسطية والاعتدال ان يأخذ يعني مكانه ويقوم بدوره في ترشيد الصحوة وفي تثقيف الناس التثقيف الصحيح وتوعيتهم التوعية الرشيدة المطلوبة